يا هلا والله بالشباب، بتمنى الكل يكون بخير. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد راح نلعب فيه لعبة Red Dead Online. طبعا يا شباب، بفيديو اليوم راح نطلع برحلة صيد قبل ما ينتهي موسم الثلج بهاي اللعبة، لانه ضايل ايام معدودة والثلج الرهيب هذا بصراحة راح ينتهي. المهم يا شباب، قبل ما نبلش، في مشكلة صغيرة في اللعبة اللي هي انها بتضلها تطلع. طبعا كثير منكم كتب لي اذا كنت بتلعب بي سي، بس افتح على التاسك مانجر من هون وفوت على تاني خيار اللي هو هاد، بعديها بتدخل هون شايفين وين بتطلع لنا هاي القائمة. المهم نستنى شوي عبين ما تطلع لنا لعبة ردد، هيا شايفينها. فشو بنعمل؟ بنكبس الكبسة التانية بالماوس عليها، بعدين بنحط سسبند بروسس وبنستنى تقريبا 10 ثواني او 7 ثواني اشي زي هيك. خلينا نستنى لنا شوي، اظن انه هيك كافي، يمكن استنينا 8 ثواني. بعدها بنرجع نكبس الكبسة التانية على نفس اسم ردد وبنحط ريزوم بروسس. بعد ما نعمل هذا الاشي راح نفتح على القائمة هون ونفوت على اللاعبين. شايفين صرت انا لحالي باللوبي هاد بالسيرفر، فهذا الاشي ما راح يخلي اللعبة تطلع نهائيا، جربته يعني مضمون. طبعا المشكلة بهاي الشغلة انه من 10 لـ20 دقيقة راح ترجع اللوبي السيرفر هاد يتعبى ناس، فاول ما تشوف انه في ناس دخلوا على السيرفر على السريع ارجع اعمل هذا الاشي. اظن من 10 لـ20 دقيقة انا بصير معي هذا الاشي. المهم طبعا يا شباب، من اول ما بلشنا سلسلة بداية فقير وانا لابس الملابس المشرتحة هاي بصراحة بطلت تعجبني. المشكلة معي 300 دولار بس، ما بعرف شو راح يعملوا لي، بس ضروري اروح على اقرب محل ملابس يا اخوان عشان نشتري ملابس جديدة، لانه بكفي يعني لهون وبس بصراحة. فراح اروح على هذا المتجر في ملابس كمان غير محل الملابس. خلينا نروح نشتري لنا ملابس جديدة للشخصية لانه خلص هزلت. طيب يا شباب، وصلنا على المتجر. بصراحة ما اتوقع انه ال 300 دولار يشتروا لي اشي، بس ممكن اصرف ذهب مع اني مش حابب، بس خلونا نشوف شو عنده هاد. طبعا خلصت تبضع عند المتجر. هاي هي اللبسة يا اخوان اللي طلعت معي، خلينا نشوف. انا شايف انه يعني لا بأس فيها بالنسبة للسعر، مع انه دفعت 6 سبائك ذهب بس على القفازات، 6 سبائك ذهب، وفي اشي اشتريته بسبيك الذهب نسيت شو هو، يعني 7 سبائك ذهب وفلست طبعا، ضل معي دولار. بس شايف اللبسة لا بأس فيها، يعني خليت القبعة لونها ابيض على لون الثلج، يعني اشي لا بأس فيه. المهم يا شباب، هسا اللي راح نعمله انه في شغلة كثير حابب اعملها من زمان للصيد، اللي هي اني اروح واروض حصان عشان يصير معنا حصانين ونصيد حيوانات بهذا الشكل. خلينا نروح هسه ندور على احصنة على عسى انه نلاقي. طبعا شايفين الثلج كيف، عاصفة ثلجية مش طبيعية. شايفين يا شباب، صراحة ما كنت متوقع اني الاقي احصنة بهذا الجو، بس هاي في هون حصانين، واحد جالس وواحد واقف، شكلهم الاثنين زربة. بس خلينا نروض واحد بس عشان فكرة الفيديو. طبعا اللعبة بالاونلاين ما بتسمح لك انك يكون معك حصانين، مفروض بس حصان واحد والباقي بالاسطبل، بس خلونا يعني نجرب مش غلط. حبيبي والله الجو مش طبيعي، خلينا نهدي الحصان عشان ما يهرب منا. حلو، هذا لونه حلو لا بأس فيه. خلينا نشوف لسه عندي المهارة بالترويض ولا لا. ايوه حبيبي هدي لا تخافش، انا انسان مسالم، بس شخصية يعني بطيئة كثير. انا ركضت غلط اني اركض، لا كنت بدي اسرع الشخصية، بس ان عن طمطم هرب عادي بنلحقه. شو ورانا؟ شايفين قلت لكم الموضوع سهل، بس انا استعجلت قبل شوي، مش مشكلة. خلينا نهدي الحصان، اهدى يا حبيبي اهدى، خلينا نعطيه شوية ولا خلص اطلع عليه حبيبي والله. هسا بقعد يتزعفل شوي، صوتش معي هذا الحكي على السريع. ترويض، هاي حصاني الاساسي هون موجود، خلص تم الترويض. شايفين مسهلها، خلينا هسا شو نهدين طعميه شوية جزر، الجو مش طبيخي.
طبعا بهذا الحساب انا مش مطلع عربة الصيد يا اخوان، عشان هيك بدي حصانين، عرفتوا؟ خلينا نطعميه، في معي جزر، ضروري نطعميه جزر. حلو هاي معي، عشان هسه هاد طبعا الحصان اول ما يحس انه في خطر راح يهرب مني، اذا نزلت وبعدت عنه راح يهرب، راح يشلف. عشان هيك بالاونلاين ما بنقدرش نمسك اكثر من حصان. المهم خلينا نبلش نصيد. السنايبر موجود معي، في عنا هون غزال، نجمة، نجمتين، خلينا نصيد الغزال نجمتين، ما زالوا ما في غيرهم هون. حبيبي هذا معطيني خلفيته، خلينا حاول شو نمشي لهون شوي عشان نعطيه هيد شوت، هي وهو بشرب مي، شايفين كيف؟ النجمة ما بلزمني، خلينا ناخذ النجمتين، في غزلان هناك هسه بنلحقهم. هذا الغزال راح اشيله احطه على الحصان، شايفين مش مبين على الخريط وين راح؟ تعال، لا مش لهالدرجة، والله فكرته هرب، يعني مش لهالدرجة على السريع، ساسة طعميته جزر، هدي بالك يا زلمة. حلو، خليني اضلني راكب عليه لانه ما راح يزبط اني انزل عنه وامشي بالحصان الثاني، ما راح يلحقني اصلا. شايفين هون في مجموعة من الغزلان، انا شخصيا يا دوب شايفهم، هاي هاد 3 نجوم، بقدر اعطيه هيد شوت. حلو ممتاز، خلينا نروح ناخذه ونحطه على الحصان الثاني، وراح اقدر كمان اصيد غزال ثالث واسحبه بالحبل، بس خلينا نشيل هاد من هون. ان شاء الله يكون ضله 3 نجوم، على ما اظن انها كانت هيد شوت، خلينا نشوف. لا 3 نجوم يا اخوان اكيد. شوف حلو ممتاز، حط على الحصان الثاني، وبدنا هسه غزال ثالث وبسحبه بالحبل معي. تعرفوا كان يعني كنت حابب اني اصيد هدول الارانب واحطهم على الحصان استفيد منه قدر الامكان، بس المشكلة انه اذا صدته بالمسدس راح يقل نجومه لانه حيوان صغير هاد. بس خلاص خلينا نشوف، صار نجمتين، وكم نجمة كان اصلا ما بعرف، شايفين نجمة واحدة صار، لازم اصيده بسلاح معين. خلينا نحطه كمان على الحصان، خلينا نشغله، ليش ما بقدر احطه هون؟ لازم يكون عليه سرج، خلاص بحطه على الحصان الاساسي. شايفين هناك كم غزال؟ في 4، بدي واحد بس. هاد نجمتين، مشكلة مش شايف اشي، الدنيا صارت ليل. هاد نجمتين ضروري اقرب شوي، غزلان بهربوا قاعدين، ما انا بعيد عنهم، غريب. لا بيمشوا طبيعي. هاي هاد نجمتين، نجمة، خلاص خلينا ناخذ النجمتين بس عشان نطبق الفكرة اللي بدنا نعملها اليوم. قبل هيك خلينا نحط المخيم هون، لا موجود هون هو اصلا، وين المخيم حبيبي؟ هي ممتاز، مخيم قريب كثير. صوت الثلج عن جد اشي اسطوري يا اخوان، حاسس حالي يعني بردت بصراحة. خلينا نسحب هذا الغزال بالحبل، نعمل له زي هيك، وهي الحصان جن ابصر شو ماله. هيك بنكون صدنا 3 حيوانات يا اخوان، ان شاء الله ما يدعس على الغزال الحصان هذا اللي وراي ويقول له نجومه. شايفين هاي وصلنا على المخيم الجميل، والله ما هو جميل، بخزي المخيم يا اخوان، مش مطور فيه اشي. خلينا نشيل هذا الغزال اول اشي، خايف الحصان يهرب والله، معقول؟ لا بهربش، حباب هذا الغزال. الحصان وين الكريبس؟ طاولة كريبس وين طاولته؟ مش موجودة؟ هيها، طبعا هو قاعد، توقعت انه بيشتغل بس كالعادة يعني حابب انه ما يشتغل. خلينا نحط اللحم هون، علقت اللعبة شكلها، شايفين يا شباب اللعبة هون ابصر شو صار لها بصراحة، كل شي شغال يعني، ما بعرف ليش راضي يدخل على الطاولة. شو هاد؟ شايفين هاي السينيماتيك كاميرا، بس على الفاضي ابصر شو مال هاللعبة، عندت عاد الحصان وفي والله، شايفين هيا واقف، والله واقف ما هربش، يا حرام، لازم يخربوا علينا، لازم الشغلة مش بايدهم. تعرفوا؟ حلو رميت شو اسمه، بقدر اعمل اشي هسه؟ حلو خلص حليتها، والله اني اسطورة، بدي اشيل الحصان الغزال.
يي دخلت انا على الفري روم كان شوربة. شايفين يا شباب، نقلوني على مدينة الأموات أرماديلو، متخيلين وين ودوني؟ على آخر الخريطة. والمشكلة إنه شو طلعوا معيش مصاري، معاي دولار واحد دولارين تقريبا، ما بقدر أسافر بالفاست ترافل، وما بقدر أجيب المخيم هون، المخيم بده دولارين عشان أنقله، يعني إشي مش طبيخي. طبعا بما انهم خربوا علينا رحلة الصيد يا اخوان، خلينا نيجي هون على بوسترات المطلوبين. بما انه انا يعني باونتي هنتر، خلينا ناخذ لنا مهمة. شايفين هاي المهمة؟ خلينا نكملها نتسلى شوي. مازالهم خربوا علينا رحلة الصيد، تأتي المشاكل من حيث لا ندري. طلعوا يا اخوان، حدث عشوائي وانا ماخذ مهمة. هذا الكلب قاعد برشدني لمكان، خلينا نشوف، يا اما راح يكون لكنز يا اما فخ. خلينا نلحقه، شو ورانا؟ شايفين يا شباب؟ ايه هاجمني، دائما بيعملها بجفلني والله العظيم. انا سمعت على اليمين صوت حدا بيحكي، توقعت انه فخ، بس الكلب يهاجمني. هاي صاحبته هاي، يا حيوان. ايه بيعمل دوج الكلب، ايه راح يقتلني والله. بدي اعين عليه، لا قتلني، كان على وشك والله، كان على وشك يقتلني الحيوان. خلينا نشيل القبعة، شفتوا كيف؟ خلينا نروح نشوف صاحبته هاي اللي علمته هاي الشغلات. طلعوا، هاي هي السفاحة يا اخوان، بتستدرج الناس عن طريق الكلب، شفتوه؟ معاها 12 سنت، يلا مناح، خلينا نكمل المهمة. طيب المطلوب موجود بهذا المكان، شايفين في جثة، شكله عصابة هاي وقاتلين حدا جوا هاي البيت. خلينا نشوف وين اللي مقتول هون، مبين انه في جثة بس مش مبينة من الشباك. هاي في واحد هون والله. خلينا نجهز حالنا، نمسك الأسلحة. إيش هاد؟ وين الميت؟ آه هي، شو هاد؟ حبيبي والله، مشوهين وتشويه مش طبيعيين هدول، حاطين لي علامة جوا والله. آه هاي شايفين، لازم نتقفى الأثر. خلينا نبحث بالمكان. طبعا القبعة لابقة عشان أصير محقق، اكيد راح يكون في اثار نتبعها ولا لا. ما في، هاي في دليل تاني هون اللي هي جثة اظن. خلينا نلوته، شو معه؟ 9 سنت. هاي شايفين، لازم هون في اثار لازم نتبعها. طلعوا يا اخوان، شوفوا هدول اللي على العربي ورا. ايه شوفوا اللي معاه رشاش، شايفين؟ والله بطيح حظي، معيش انا شو اسمه ادوية على السريع. خلينا نعطيه هيد شوت زي هيك، بيعرفوش مع مين بيلعبوا، ما بيعرفوا. يلا الثالث، بديش اقتل انا المطلوب فبدي اقرب. طيب يا شباب، للاسف يعني مثل ما شفتوا اللعبة طلعت، على ما اظن انه صار في لاعبين بالسيرفر، مثل ما هسه في لاعبين واللعبة طلعت بسبب هذا الاشي. المهم يا شباب، للأسف يعني راح أنجبر أنهي الفيديو، لأنه خربوا علي يعني أكثر من مرة، مرة عند الصيد ومرة عند مهمة الباونتي هنتر. عشان هيك يا شباب، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوا تدعموني بلايك، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.